تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، يعني بداية وبعد التحية، ماذا عن الفعاليات الثقافية والندوات الفنية اليوم؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى تلفزيون المصري. بالفعل ربما يستمر معرض الكتاب في نسخته 53 في يومه 7 اليوم في استقبال المواطنين لي بالطبع محبي الكتب ومحبي القراءة بشكل عام، وأيضا لمحبي حضور الندوات الثقافية والفنية المختلفة. ولكن ربما المميز أيضا في هذه الدورة هي وجود الندوات الرياضية، حيث كان هناك بالفعل ندوة رياضية بوجود اللاعب الكبير حازم إمام، وأيضا وجود بعض الندوات الأخرى الثقافية داخل هذا المعرض. ولكن أيضا المعرض في هذه النسخة يضم الصحف القومية التي تأتي هنا بعرض خاص لمجلدات التاريخ القديم، واستطاعت المواطن أو محبي التاريخ في استخدام هذه ربما النسخ القديمة والعمل على حفظها. ربما هناك أيضا جزء خاص في المعرض بالأطفال، وهو جناح خاص في صالة 5 لاستقبال الأطفال، وأيضا العمل على تنمية مواهبهم المختلفة من الرسم والحكي وأيضا قراءة القصص. لذلك هو مكان خاص للأطفال وكتب الأطفال، وأيضا تسليط الضوء على مهارات الأطفال. أيضا المعرض في هذه النسخة لديه جزء خاص خارج الصالات، وهي بعض الحفلات الموسيقية المختلفة للشباب وأيضا للكبار، باستخدام أيضا حفلات موسيقية واستخدام أدوات موسيقية وآلات موسيقية مختلفة. هذا المعرض ربما اليوم في يومه 7 يستقبل أيضا الزوار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة، تنبيهات على المواطنين بارتداء الكمامات عن طريق مكبرات الصوت، وأيضا تنبيهات على قدر المستطاع للتباعد الاجتماعي. ولكن إذا تحدثنا عن الأمس، كان عدد الزوار وصل في المعرض ل 64 ألف زائر، هذا على الحضور الواقعي أو على أرض الواقع. أما الحضور الافتراضي على المنصة الرقمية للمعرض ربما تعدت 40 ألف ربما زائر. ولكن هناك أيضا مبادرة ثقافتك كتابك، وهي ربما من المبادرات الهامة جدا في المعرض، ورصدت حتى الآن حضور جماهيري كبير، ووصل عدد الشراء في هذه المبادرة تعدى 50 ألف كتاب منذ بداية المعرض الذي يستمر حتى 7 فبراير. والآن أعود إليكم مرة أخرى. نعم، شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مقر المعرض القاهرة الدولي للكتاب.